مولود من صحابي خدوا الخمسة جرام كلهم مرة واحدة، ودول 22,500. عسل 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 عسل. انت دلوقتي بقى تعوزي اظن 5 جرام مش هينفع. 10. طب ما تخليهم 20، اديك شايف الخمسة اتباعوا في منت. نو 10. طب دلوقتي هو انت بيطلع لك كم في الجرام؟ 500 جنيه. حلو، وانت بتاخد مني الجرام ب2.5. اوكي، يعني انت بتبيع ب3؟ What's wrong with you؟ ايه رج دي؟ يعني انت ايه مشكلتك دلوقتي يا راشد؟ يا راشد انا ما عنديش مشكلة، بص خد ادي 10 جرام، لما تبيع 5 لك اخوك والنبي لان انا بكح تراب. يلا لا اله الا الله، خد بالك من نفسك اما توصل النيلي. انت كويس؟ اه ايه؟ طب طمني. اوكي يا راشد اتفضل. سلام. سلام يا راشد. قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي على الموافقه بتاع المستخلصات دي، جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. اه طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهموا ليش غلط يا باشا. وبعدين يعني حب عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلنا يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على مكتب من 9 ل 5؟ اكيد لا. لا هتعمل كده. بعد اذنكم. اهي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي. بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لها هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم. بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس ليه تنام دلوقتي؟ انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا دقيقه. انت رايح فين؟ دقيقه واحده وجاي. قول يا مروان، هو ليه فيلا في الكومباوند الجديد ولا لا؟ الكومباوند؟ وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير. احنا تحاول تبعتوا لي خبر حلو زي ده وانا هفض لك طلب. ايه يا شفيق؟ ايوه جبت العربيه؟ 5 minutes. اوكي. لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواق بعد الظهر؟ لو واحده زي القمر انا بشتغل اي حاجه. مختار ناصر. وانا مالي؟ لا وانا مالي ايه؟ انا سايب ترابيزه عليها وزير علشان اجي اتعرف عليك. شفيق الجمال، شفتك قاعد معاه. انا لسه مالي بايده. شهيرة القاضي. رايحه فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ اولا احمد لسه ما جاش. ثانيا شكلك بنت محترمة وبتفهم في الأصول، ما يصحش واحد واقف بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجة غلط تسيبيه وتمشي. أحمد اتصل. أي يا أحمد وصلت خارجة حالي. استني بس، أنا لو عايز أشوفك تاني أو العكس هنعمل إيه؟ لا ما أظنش هينفع. تليفونك؟ همشي.
انت لسه ما خلصتش؟ لسه. عايزه فلوس. ليه؟ عايزه فلوس وخلاص. يا حول ولا قوة الا بالله. اتفضلي يا سيدي. كام دول؟ 20,000. كويسين، شكرا. ايه ده؟ تاخديهم كلهم؟ ايوه، وعايزه قدهم مرتين. وعايزك تجيب لي تاكسي الصبح عشان الف على السماسره ادور على مكنه جديده. والله العظيم تلاته انت هتودي لي بتاعي بدماغك دي. اسمع يالا. يالا؟ بلاش يالا. يا سيد المعلمين، لما تعيش جنب الناس النضاف تتدرى فيهم اكتر. مش خدت القرشين اللي انت عايزاهم؟ سيبيني بقى اقعد عشان انا ورايا هم ما يتلم. يعني مش هتيجي معايا عند السمسار بكره؟ لا. هتسكن على الجاهز يعني؟ بقول لك ايه؟ ما تشوف لنا حاجه نتعشاها. انا تعشيت. تعشت معاه. انا داخله الحمام. اوطى من الشفرة على الارض.